الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفية وخايف في هذه الحركة، أو صديق عزيز ورفيق لمنصة إباحة. كشفية عدلي. في الفتية وفي الشباب إن هو كيف يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أول يعني هو يعني تمثيلا لما قام به النادي في هذه النهائية البطولة، وإن كانت يعني مصغرة بحكم العدد المشارك، هي فترة عصفورين يعطى نص القضية للفريقين قبل 20 دقيقة من بداية المباراة يحضرون لخطاباتهم، ثم تبدأ المباراة بعد هذه 20 دقيقة. حنعقد معنا المناظرة، خصوصا هي الفترة الماضية دارت صدى كبير بعد فوز فريق المناظرة. الآن نتحدث عن المناظرة نفسها. باختصار شديد، طالما عدنا لأبناء حركة كشفية روح تعاون، فمن بداياتي كمناظرة وبعدها كمحكمة ومدربة، طالما كانت الفكرة تستهويني، ألا وهي إدخال فن المناظرة للكشاف. يعني لكن تتخيل أن المناظرة وكل ما تسقلها فينا من روح تعاون وواحد، هذه كلها أشياء تربينا عليها ككشفيين إحنا. ففكرة تمزج الفن هذا مع الحركة هذه كان حلو بالنسبة لي، والحمد لله نتحقق، وشفنا أبناء الحركة الكشفية يتناظروا بمستوى كان أكثر من رائع، وهو المستوى الذي عهدنا عليه أبناء حركتنا. هو عمل خيري غير مادي، وهو سلوك حضاري يساهم في تعزيز قيم التعاون بين المجتمع، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا. الأفراد هدفهم متطوع، فمنهم هو من شارك كلامي في سنة 2018 كانت هناك قاموا بغرس الأشجار فيما بعد. هو أكيد هو القيمة الأساسية في الموضوع الثقافة العامة. المناظرة قائمة على أنك أنت تكون قادر على أنك أنت تناقش مواضيع معينة في وقت في وعاء زمني محدود جدا، فقدرتك على أن تكون عندك معلومات مسبقة لعدة قضايا، هذه هي المعيار الأساسي في أنك أنت تتطور في الموضوع هذا. فدائما يعني نصيحتنا أنك تكون تبحث بأكبر قدر ممكن، تتعلم بأكبر قدر ممكن، تتابع الأخبار، تحللها كذا، باش تكون قادر على أنك أنت تشارك بآرائك خلال المناظرات. فهذه شخصيا أنا النصيحة الأساسية اللي نعطي فيها للجميع. هدفنا هو إثبات أن العمل التطوري لم يؤدي دوره المطلوب في ليبيا. على سبيل المثال لدينا، وأؤكد موالاتنا لأن العمل التطوعي. بالنسبة للغرض بصفة عامة، ألا وهو تقبل الحوار وتقبل الرأي الآخر. بالمناظرة تعلمنا ان احنا نسمع الاراء، نسمع بعضنا، والشيء هذا احنا جدا محتاجينه، خاصه في فئه الشباب ومستقبل في الدوله وفي كل مكان. يعني يجب ان احنا نسمع بعضنا، والمناظرة يعني لطالما كانت تسعى لهذا الهدف من دون نشا كمناظرة بصفة عامة او كمشروع للكشاف. لجنة التحكيم الموقرة، سادتي سيداتي، حضورنا الكريم، زملائي وكلا الفريقين، ولاة ومعارضة، قولي تحدثت أنا من الجانب مجلس القضية، يرى هذا المجلس بأن العمل التطوعي في ليبيا لم يكن أي تحصلت في البطولة الدولية على ترتيب أفضل متحدث في البطولة الدولية الأخيرة. يعني شخصية ممكن كانت بحكم أني أخذت الموضوع بجدية بشكل كبير جدا، ممكن عندي تجربة خاصة نوعا ما، ولكن ممكن الجميع يستفيد مجرد قدرتك على أنك أنت تعبر عن رأيك، هذه بحد ذاتها قيمة مهمة جدا ومحتاج لها الجميع. قيمة التفكير النقدي، قيمة الخطابة، كل هذه أمور يعني ممكن تتحصل عليها من خلال المناظرات. يا سادة يا كرام، كما نعلم جميعا إن الوصول إلى النجاح في أي عمل يحتاج إلى منظومة مطلوب لغرض المطلوب للعمل التطوعي، وهو في المرحلة الأولى الموالية قامت بحصر العمل التطوعي. شعوري جدا بأني فخور أني نلقى شباب أمثالي يسعون لمعرفة أشياء مفيدة جدا، لأنه يعتبر فن المناظرات شيء مفيد، لأنه يعزز الثقة بالنفس و يفيد في الحياة الاجتماعية خاصة. ولا مقياس محدد، يمكن أن يكون عمل شخصي أو من خلال. هو حضوري واضح أنني فعلا مؤيدة بالرغم مشاغلي، سيبت مشاغلي باش نجين نأيد البنات والكشفيات. بصراحة يعني برنامج كويس للبنات، وخليهم تمفتح عندهم أفاق، ويخليهم يجتهدوا، يخليهم يعني يفتحوا عيونهم على اللي نصاير في العالم ويواكبوا التطورات. معايير العمل التطوعي وزميلتي على الجوانب الدراسية والاجتماعية للعمل التطوعي.